أنا تعرفت على الفقيد في هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن قبل ما نتعرف عليه كنت سمعت عليه كإحدى الشخصيات المؤسسة ديال الحركة الحقوقية المغربية. كان عضو مؤسس ديال المنظمة المغربية، كان في يعني التركيبة الأولى ديال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في هيئة التحكيم المستقلة، وفي هيئة الإنصاف اللي تعرفت عليه لعب دور أساسي في بلورة سياسة الهيئة في ميدان جبر الضرر الفردي. المرحوم كان معروف يعني بصراحة بالروح المرحة ديالو، كنا نضحكوا بزاف عند، وكذلك بالانفتاح ديالو على كل مكونات الجسم السياسي والمجتمع الحقوقي المغربي. يعني داك الروح الانفتاح وداك روح يعني النقاش المبدع بصراحة باقية في الذاكرة ديالو. الله يرحمه، ونتمنى أنه الذاكرة ديالو تبقى حية في ذاكرة هذا الوطن، في ذاكرة شباب هذا الوطن. النقيب بن زكور رجل يعد هرما من هرميلات محمد بن غريب، تحمل مسؤولية نقابة الدار البيضاء وهي أكبر نقابة على المستوى الوطني، تولى رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رئيس الاتحاد الإفريقي للمحامون، رجل فقيه، رجل مدافع عن الحرية، رجل شامخ، رجل علم عدد من الأجيال من المحاميات ومن المحامين، تدرب على يديه أكثر من 50 محاميا كنت أتذكر، رحل عنا وترك فراغا في الحقيقة على المستوى الحقوقي ولا على مستوى تدبير الأزمات خاصة الإدارية. حينما كان وسيط المملكة اشتغل معنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان يتميز بقدر عالي من الحكمة ومن التبصر، وله رؤية واضحة لا يتزحزح عن المبادئ وعن المواقف، رجل مدافع عن الحرية إلى حد الإدمان. رحل عنا بعد أقل من عقد من الزمن، التحق برفيقتي رفيقة حياتي رحمة الله عليه. النقيب عبد العزيز بن زكور، أنا جيت لمهنة في الولاية ديالو، في الولاية ديالو، وطبعا اشتغلنا دوست عضوية، دوست نقيب، دوست رئيس الجمعية. كان دائما هذاك الرجل اللي ما عندوش حدود بين القديم والجديد، كان كيحترم المؤسسات، حتى انه في كثير من الاحيان كان يخجلني بتواضعي عندما كنت نقيبا ممارسا. بطبيعة الحال الحياة والعرف والتقاليد كان اعتقد بانك تفرض عليا نسبقه، مع عمره كان يقدر يسبقني لشي مكان، دائما هو انا الاول وهو الثاني. هذا الشيء تعلمناه منه، مع الاسف الشديد انه الان بدينا كنفقدوا بعض من هذه الاعراف والتقاليد. سيدي عبد العزيز بن زكور كان فريدا من نوعه، اجتمع فيه ما تفرق في غيره، التواضع والعلم والمهنه والاعراف والتقاليد تمشي على رجليه على رجليها. بهذه المناسبة يصعب على الإنسان أن يعبر على الخوالج ديال النفس، الأعماق النفس دياله. كنتمنى ليه إن شاء الله الرحمة والمغفرة، وغادي نقول لكم واحد الحقيقة أنا شعرت بها، أنا عشت عن قرب أن السي عبد العزيز منذ الوفاة ديال الزوجة دياله مات فيه شي حاجة اللي، وهذا دليل على أنه على معدن الرجل وعلى إخلاصه وعلى تفانيه وعلى تشبته بأسرته الصغيرة ثم بأسرته المهنية ثم بوطنيته. كان حقوقيا، كان محاميا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. برحيل المرحوم الأستاذ عبد العزيز بن زكور يكون المغرب كبلد قد فقد أحد رجالته الكبار على مستويات متعددة ومستمرة في الزمن. أولا كمناضل سياسي، ثانيا كمناضل حقوقي، ثالثا كنقيب محامين، رابعا كرئيس مؤسسات أو عضو فيها، يعني لها وزن ولها مصداقية ولها أثر في تاريخنا. وعبد العزيز بن زكور عايشته، كان للحظ لكي أعايشه خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، فوجدت فيه بالإضافة إلى هذه الخصال يعني مودة وتواضعا واشتغالا بجدية كبيرة، بجدية من يضع مصلحة بلده
فوق كل اعتبار. ما أحوجنا إلى مثل هذه القامات، خاصة مع التحديات الكبرى التي تواجهنا على مستويات متعددة داخليا، وكذا التحديات التي يفرضها التحولات الكبرى التي يعرفها العالم. ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء، لأن لماذا؟ لأن خصلتهم الأساسية هي أنهم يضعون مصلحة بلدهم فوق كل مصلحة شخصية أو فئوية أو حزبية أو من أي طبيعة كانت. فمن هذه الزاوية، من هذه القراءة لمساره، نترحم عليه، فقدنا فيه كل هذه الخصال، لكنها لم تفقد في شخصه، لأنها بقيت للأجيال ويجب أن تبقى للأجيال. إذن رحمة الله عليه وعزائي لأسرته الكريمة الصغيرة والكبيرة، و يعني كلمة الختام هي أننا محتاجين إلى هذه القيم اليوم في بلدنا، محتاجون لها كثيرا.